كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بالنسبة لفترة المزهرة كما وعدناها وفينا بالعهد ديالنا وعاود لها المنطقة الفوقانية باش تخف باش ما يتجبدش العين ديالها. باقي العملية الثانية منين تبقى الجرح الأول ويكون النتيجة ديالو إيجابية إن شاء الله وعاد نمشيو للجرح الثاني. العملية ما كانت فيها حتى شي صعوبة، درناها بتخدير موضعي وأنها يمكن لها تدخل لدارها الآن بدون مشاكل ان شاء الله، وكنت منها انها تضرب لها الابتسامه والفرحه اللي كانت كترجاها. انا فاطمة الزهراء اللي من مدينه الرباط. اليوم استضفني الدكتور تشازيف، السيد الدكتور تشازيف في العياده ديالو، الله يجازيه بخير، وجرى لي العمليه كما كتشوفوا. الله يرحم ليه الوالدين، ما حسيتش بوالو الحمد لله. ابن داروا لي البنج الاطباء وداكشي الله يرحمهم الوالدين، حتى هما ما حسيتش بوالو، الله يجازيه بخير. كنشكرو بزاف وانا فرحانه بزاف بزاف بزاف، ما تتصوروش الفرحه ديالي كي دايره من بعد العمليه، والله يجازيه بخير. وكنقولوا الله يرحم لك الوالدين، انت الطبيب ديال الضعفاء وقفتي معايا، الله يجازيك بخير وشكرا على الشيء اللي غادي نقدر نقول. عنا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.